بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. إن خطر الإرهاق على الإنسان معروف وموثق بعدة دراسات أكاديمية وطبية وعلمية، كما أن الخطر الناتج عن قلة النوم هو أيضا معروف وموثق. ولكن علاقة التوتر بقلة النوم هي مسألة بتخضع لمزيد من الأبحاث والدراسات. فهل قلة النوم مثلا هي السبب أم هي نتيجة لهذا التوتر؟ فمن يدعي أن قلة النوم هي نتيجة يؤكد دائما أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر يميلون عادة إلى النوم بشكل متقطع ولفترات أقل، فيما يقول أصحاب نظرية النوم أولا أن قلة النوم هي سبب مهم من أسباب التوتر. فهل نحن أمام سؤال يشبه سؤال الدجاجة قبل البيضة أم العكس؟ طبعا نحن أمام هذا الواقع وهذا السؤال بالتحديد، ولكن الأمر يختلف عن معضلة الدجاجة والبيضة، لأن النوم والتوتر ممكن أن يكون كل عنصر منهم هو الدجاجة أو البيضة، وهناك تفاعل كبير بين هذين العنصرين، وكأنهم عناصر كيميائية مثلا مثل الأكسجين والهيدروجين بالماء أو البروتون والنيترون بالذرة. النوم والتوتر عنصران متداخلان ومؤثران على بعضهم البعض، فلا التوتر يستطيع أن يقاوم قلة النوم وينفصل عنها، ولا قلة النوم تستطيع أن تبتعد عن التوتر وتتخلص منه. إنهما توأمان سلبيان لا مثيل لهما. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.